قال ومنهم الزبير ابن عبد المطلب شقيق عبد الله، ده شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رئيس بني هاشم وبني المطلب في حرب الفجار. حرب الفجار دي حرب كانت في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهدتها ورميت فيها بنبل وندمت على ذلك، لأنها كانت جاهلية، حرب جاهلية بين قريش وبين هوزان، ديل اللي هم عند الطائف، فاقتتلوا قتالا شديدا وسميت بحرب الفجار لأنها كانت في الشهر الحرام، والعرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم ما بقاتلوا فيها، الأشهر الحرم ما بقاتلوا فيها، عشان كده لما وقعت الحرب في الشهر الحرام سميت بحرب الفجار، وكان يعني الزبير قائد بني هاشم وبني المطلب، والقائد الأعلى للحرب اسمه حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ده والد منه حرب ابن أمية، والد أبي سفيان ابن حرب، وهو من بني أمية، وبني أمية كانوا من أكثر قريش. طيب المهم انهزمت فيها قريش وعقدوا بيناتهم صلح وعوضوهم بعض الخسائر. المهم قال كان شريف شريفا شائرا ولم يدرك الإسلام، وأسلم من أولادي عبد الله، واستشهد بأجنادين. أجنادين دي منطقة في الشام، وحرب كانت في عهد عمر بن الخطاب ضد الروم، واستشهد فيها ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وضباعة ومجل وصفية وعاتكة، ديل أولاده.